في العطارين تسأل عنه تلاقي ليه محل صغير، هو اللي فاضل من الماضي من بعد ما الحال اتغير. لو التاريخ ينطق هيقول كان فيه هنا حكايات ياما وعمر تأثيرها ما هيزول وللأبد سايبة علامة. أستاذ حسين، أهلا بيك يا فندم. ميرسي إن أنت مستضيفنا النهاردة. أنتوا منورين اسكندرية كلها. الله يخليك، منورة بأهلها. ربنا يخليك يا فندم. بس أنت مش عم حسين ولا حاجة، أنت صغير يا حسين، أنا فاكراك. فاكراني من زمان؟ يمكن قدي، بس أنت شعرك أبيض. يعني عجزنا شوية يا فندم. مش قوي مش قوي مش قوي، بس أنا فاكرة من أيام الحج. أبويا فعلاً عم السيد. عم السيد. الله يرحمه. فأنت اسمك؟ أنا اسمي حسين السيد. وبتكتب أغاني يا حسين؟ أبويا سماني على اسم الكاتب الكبير حسين السيد، كان بيعمل المسلسلات وبيعمل الأغاني وكده. مظبوط. تمام. لكن أنت في العطارين من زمان قوي يا حسين. أنا مولود هنا وأبويا مولود هنا وأمي مولودة هنا، يعني بقالنا عمر تاني يعني. يعني المحل ده عندكم من زمان؟ المحل ده أبويا من سنين، يعني من الأربعينات يمكن. من الأربعينات. ابتدى إمتى يبقى فيه أنتيكات حلوة وكويسة في العطارين بحيث إن السوق قلب من العطارة للأنتيكات؟ بص يا فندم، هو الكلام ده حصل من الخمسينات لما ابتدوا الخواجات يمشوا من اسكندرية، سابوا متعلقاتهم وحاجتهم وكده. فلما سابوا الحاجات دي ابتدينا الناس تشتري ويفرشوا في الشوارع والحواري ويبيعوا للأولاد العرب الأجانب اللي كانوا بيجوا وبتاع. بعد كده ابتدت الدنيا تتطور، ابتدى من الفرش على الرصيف ياخدوا محلات انتيك ويبتدوا يفرشوا. ومشوا بقى بتوع العطاره وجم مكانهم. مش مشوا بتوع العطاره، هم دول لما دخلوا غطوا على دول، فاضطروا التانيين يهجروا نفسهم وراحوا المنشيه. بقى في سوق عطارين تاني في المنشيه بيشتغلوا فيه هناك. الدنيا بقى بتتطور، يعني احنا لغايه دلوقتي احنا في الألفين اهوت، الدنيا ابتدت يعني الانتيكس ابتدى يقل في العطارين. طبعا ابتدى غزو تاني، بقى الشغل الجديد هو اللي بيبقى موجود، وشغلنا ابتدى يقل والبضاعة ابتدت تقل، ما بقتش موجودة زي زمان طبعا. مين أشهر تجار العطارين يا عم؟ في كتير، يعني في عائلات، يعني في عائلات حبشي موجودة هنا من زمان، في عائلات عمر موجودة من زمان، في سوق العرابة جنب مننا هنا. أيوة، اللي هو سوق العرب أو الصعايدة. أيوة صح؟ أيوة. كان زمان بقى في فرق، يعني تعدي الشارع تلاقي الموبيليا المصري القديم. أيوة فندم. والفرنسي والإنجليزي هنا. هنا عندنا. صح؟ ولغاية دلوقتي برضو هم لسه محتفظين بكيانهم برضو ونفس الشغل، بيبيعوا برضو نفس الشغل الجديد لغاية دلوقتي، بيجوا لهم ناس من الأرياف بياخدوا ويفرشوا بيوتهم. في سوق البياصة جنب مننا. البياصة دي اللي هي زي لابياتسا، يعني أيوة اللي هي الميدان دي. يعني أيوة دي برضو. بصي حضرتك، يعني الشارع هنا كان أغلبه أجانب، يعني كان جيراننا ماريو وجيراننا مرقص وكده، ودول الخواجات الأرمن والجريج والفرنساويين اللي كانوا بيشتغلوا هنا. هم دول اللي علموكوا الصنعة يا عم. الله ينور عليك. الشغل الإسكندراني بيتميز بأن هو فيه رقة شوية وفيه دلع في الشغل شوية، ده الشغل الأمريكان الفرنساويين والإيطاليين اللي علموه للصناعية اللي قبلينا بكتير. يعني أنت محلك طول عمر عندكم نجف حلوة قوي قوي قوي. بنشتغل في كل أنواع النجف، النجف المصري القديم، بنشتغل في الشغل الفرنساوي، بنشتغل في النجف الإنجليزي الخشب، بيبقى فيه نجف خشب كده طالع منه دراعات حديد بنشتغل فيه. لسه في برونز فرنساوي؟ في، بس مش زي زمان. ولو حد كسر أوبالينا ولا كسر خرشوفة ممكن فندم يجي لك؟ ممكن. وتعرف بقى الخراشيف المفتوحه والخراشيف المقفوله. ايوه، في انواع كتير جدا منها، وفي ناس برضو زباينا وكده بيحبوا يجيبوا حاجه يصينوها ينضفوها يلمعوها. حسين، مع ان انت التجاره الاصليه في النجف. تمام. عندك خلفيه عن الموبيليا صح؟ طبعا، عندنا شغل بيبقى لوي كانز فرنساوي ولوي سيز ولوي كاتورز، في الشغل كمان الانجليزي وفي الامبير برضو فرنساوي وانا بعشقه. أمبير يعني جميل. طبعا يعني تمثيله وشغله كده. زمان يا حسين، او لما انا اتجوزت او لما اخويا الكبير اتجوز، كان لازم حتى لو الناس هتفرش مودرن لازم السفره تبقى ستيل. تمام. فكنا ننزل عطارين ندور بقى على سفره امبير، سفره انجليزي، ارديكو لو حظك كويس قوي. صحيح. لسه في حاجات؟ في، بس بقت نوادر. يعني الحاجات اللي هي اغلب شغلنا القديم طلع بره، سافر بره مصر. سافر يعني ما فيش حاجه من الحاجات النوادر الحلوه اللي انت كنت تعشقيها زمان موجوده بقى خلاص، كله بياخدوا. الاجانب سفر. كانوا بيجوا ولغايه النهارده يعني السفراء والوزراء وكده بينزلوا العطارين بياخدوا وياخدوا الحاجه. فابتدى الشغل يقل، ما بقاش زي زمان، قل خالص يعني.
بس في زبون. هل السوق انت حاسس ان انت ممكن تستمر في التجاره دي؟ المهنه ابتدت تنقرض طبعا، محلات الانتيكس قلت جدا، ما بقيناش كتير زي الاول، البضاعه قلت، ولادنا ما بقوش بيحبوا يشتغلوا في ال. انت ولادك مش بيحبوا يحصل. عندي كريم وعندي خالد، عندي كريم في لسانس حقوق السنه دي، وعندي خالد في كليه التربيه الرياضيه، مش بيحب. بيحبوا الحاجه بس ما يحبوش يشتغلوا. من كام سنه جيت اخر مره عرفت دلوقتي ان حاج مشمش متوفى الله يرحمه، الله يرحمه. كان قال لي ان هو ابتدى يشتغل في كوبي الحاجات القديمه اللي عنده. تمام. يعني كان ابتدوا يعملوا على مثلا عنده سفره فرنساوي حلوه يعمل عليها سفر حديثه يقلدها او عنده اردكو يعمل زيه جديد. تمام. هل ناس تانيين شغالين كده في السوق؟ يعني كان من فتره برضه دلوقتي. طب ليه ما تميزناش بقى في ده؟ يعني ما دام كان عندنا كل الاستنباط، يعني انا احيانا اول ما ابتديت شغلي كنت باجي سوق الصعايده اشتري كراسي خمسيناتي واربعيناتي مصري، فما كانتش تبقى غاليه. ايوه. واوديها دمياط نعمل عليها. تمام. مكاتب جرار وحاجات. أيوة. كده. أيوة. كان ممكن اسكندريه تتميز بده ويبقى عندنا سوق حديث للموبيليا الكلاسيكيه. ما عملناش كده. بصي هو ده كان موجود لغايه فتره وبعد كده ما حدش استمر، اللي بدا ما استمرش فيها. لان برضو الزبون اللي فاهم مش هيرضى ياخد الكوبي. ما برضيش ياخدها. لا ما هو القديم هيخلص في. ما هو خلص يا فندم، ما فيش قديم خلاص. القديم بقى نوادر، بقت حاجات صغيره جدا. ليه ما اخدش يعني سفره اردكو بس حديثه؟ على الاقل عين الكتكوت بتاعها يبقى نظيف وكل حاجه تبقى فله. بتتعمل. بس بتتعمل بقى عمول. ايوه انا يعني عملت سفرتي في دمياط. يعني بتجيبي لي حاجه برضه في دمياط؟ ماشي طبعا. مش فايده يعني. انا جمال دمياط اعمل ايه؟ ماله ماله. لا وعارفه بنعمل لزبايننا بس ما بنعملش كده. للزباين بتاعتنا بس اللي بنشتغلها بس ما بنعملش اكتر من كده يعني. عم حسين ينفع نتفرج على المحل من جوه؟ يا فندم ده انت تنوري. الله يخليك يا عم حسين. في حي العطارين عاشت جنسيات كتيرة بمحبة وتسامح. هنا كنت تسمع لكنة الشوام والمغاربة مع صوت وضحكة اليونانيين والتلاينة، مع فصال الأتراك والأرمن واليهود وبيعلى عليهم خفة دم المصريين. ومع الزمن اختفت محلات العطارة اللي كانت موجودة وظهرت بدلها محلات بيع الأنتيكات والموبيليا القديمة من بداية الخمسينيات، مخصوص لبيع ممتلكات الأجانب اللي مشوا من مصر. وبقت العطارين قبلة لكل مريد اقتناء الموبيليا الكلاسيكية والنجف الكريستال الغالي والبحث عن القطع الصغيرة النادرة. النهاردة الزبون قل وتغير، والبضاعة كمان قلت وتغيرت، لكن غاوي التحف القديمة مستعد إنه يقضي 7 سنين في العطارين. عم حسين لو حد بقى جاي وجديد. تمام. أنت تقول له ده قديم وده جديد؟ طبعا هنا في شغل مصري قديم وفي شغل جديد وفي شغل فرنساوي وفي شغل انجليزي كده. طيب يعني مثلا ده مثلا الباسكت ده، يعني دي اوضه، دي نجفه بتاعت اوضه نوم فرنساوي. مظبوط. بصي حضرتك البوكيه الورد معمول ازاي من تحت، كله هاند ميد. ده حد بقى جادل النحاس ده ولا البرونز؟ ده برونز بيجدله كده وبيتعمل الورد ده كله شغل يدوي يعني. والخراشيف دي؟ الخراشيف دي فرنساوي برضه. دي اصليه الخراشيف دي؟ اصليه فرنساوي بتوعها، لان الخراشيف اللي عملناها في مصر بقت خراشيف كبيره تخينه. ايوه بس كده. زمان كانوا لا ده كانت فرنسي. كانت ارق من كده كمان. لا ده زمان كانت ارق شويه. ايوه تمام. بس ده فرنساوي. طب ومثلا حاجه زي دي؟ ده شغل، ده شغلنا بقى، شغل السبعينات. ده شغل مصري قديم. احنا كنا بنعمل النجف قبل الصينيين اصلا ما يشتغلوا فيه يعني. وده بقى ده ارت ديكو. دي نجفه فرنساوي ارت ديكو. بس ده مش بتاعها. لا بتاعها فندم كله. دي بتاعتها؟ لان دي ده نحاس احمر اهو. ايوه لسه كنت هقول لك. اصفر تحت اهو. الله، اللي هي الدراع اصفر. أيوة. والدي حمر. بصي بقى، والدراع كمان ده فيه ميزه ان هو متحرك. الله. تقدري تقلبي الاضاءه زي ما انت عايزه او عايزه تعمليها على تحت زي ما انت عايزه. لا وبص الشغل اللي فوق حلو ازاي. وكمان في حاجه عايز اقول لك عليها. بصي زمان كان السقف قد ايه؟ عالي وعالي قوي. جدا طبعا. هتلاقي ارتفاع النجفه مثلا بتاع متر و50 سم. صحيح. دلوقتي اكتر نجفه 70 سم. وفين بقى الشغل الحديث خالص؟ بص الشغل الحديث يا فندم لو احنا جينا كده اهو، ده شغلنا شغل حديث اهو. هتلاقي بص البرونز شغل مختلف. بص حضرتك الفرنساوي عامل لا دي جميله دي.
دي جميلة. بص الإزاز أصلاً وما يعني تفاصيل بتاعتها مختلفة خالص. دي رائعة. شغلنا المصري، الشغل المصري القديم بتاع زمان اللي هو عامل زي الفرنساوي. كان في ناس زمان يحبوا الرفايع. اللي هي يحبوا مثلاً أدوات التسريح القديمة. اللوحات الصغيرة الكانفا. لسه في زبون لده. موجود يعني الزبائن دي لسه لغاية دلوقتي بتحتفظ بالحاجات دي. وفي منهم اللي بيتخلى عنه يبيعه خلاص زهق يعني، لان هم بيحبوا يجددوا يعني، برضو بتوع الانتيكس دايما يحب يجدد في بيته، ما يحبش الحاجه تفضل قدام منه على طول فعلا. طبعا. ولا حب الاقتناء يخليك ما في منهم ناس لا، لو الحاجه باظت وسوست يرميها بس ما يبيعهاش يعني. طب بقول لك ايه، اكتر حاجه صعبه وغلسه هي صيانه الحاجات القديمه. تمام. يعني لما الاقي حاجه او حتى لو في بيت جده حد ولا عمه حد قطعه كده، يا هتترمي تمام يا هتتعاد بقى رونقها. مين عندكم في السوق لسه على قديم وبيشتغل الشغل اللي بالجملكة ويصين الحاجه زي ما هي؟ تمام. يعني عندي حد اسمه اسامه ده استورجي من الشاطرين قوي، بيشتغل في الشغل القديم بس ما بيشغلش شغل جديد. ده بيشتغل لسه بالجملكات وبيشتغل لسه بالخفاف والشاشه والتيله، والحاجه تقعد عنده ممكن بالشهر ولا حاجه عشان يطلعها يخدمها لك صح جدا. هتعرفني عليه؟ هعرفك عليه. حاضر. عينيا الاثنين. هنا عم اسامه. هنا عم اسامه. لا حلو البوفيه ده. ده بوفيه فرنساوي جاي يتعمل له صيانه ويتجدد ويرجع تاني زي ده. البرونز بتاعه جميل. فندم. الخشب بتاعه والقشره بتاعته النهارده دي ما تتعملش النهارده يعني. طبعا. واخد بال حضرتك؟ وايه ده؟ دي الدرف بتاعته كده اهو. دي درفتين. شوف مدور وناعم. شغل الجلبيهات الفرنساوي الهادي الرايق يعني، عارفه حضرتك ازاي؟ حلو قوي. بصي شكله عامل ازاي. ولونه جميل. البرونز بتاعه كله منقش كله. وده بقى لحضرتك. وهنا في اسكندريه في بقى حد يفك البرونز ده ويلمعه. في عندنا الحاج اسامه هو اللي متخصص بقى عندنا، بيلمع الشغل الانتيكس القديم، بيعمل الشغل ده على ايده وشغل يدوي يعني اهو. ده بالك. اهلا يا عم اسامه. زي حضرتك ان شاء الله تكون بخير. الله يبارك لك. حاج حسين قال لي ان انت بتشتغل بالجملكة وبالقطن والخفاف. هو ده الشغل بتاعنا احنا، اللي هو الشغل اللي هي الاصلي يعني القديم. انت دلوقتي بتلمع النحاس بتاع ده؟ ده بيبقى جاي بول، بيبقى جاي بحب نصلحه. ايوه. بعد ما بنديله طبعا اللون الاسود بتاعه. بس ده لك ايه؟ لا اسود اسطر. اسود اسطر؟ اسطر. جملكة بالفعل. يعني التخميق ده كله اسطر. مش ده انا قلت ده لك ايه مخصوص. لا بيجي لك احيانا يا عم اسامه حاجات تبقى يعني تضطر تعملها من الاول وجديد خالص؟ هو عامه انا الشغل اللي بيجي لي كله انا لازم ارجعه كله للخشب. كله للخشب. ما ينفعش ان انا ابدا من النص، لا ببدا المرحله بتاعتي من الاول خالص، ان انا ببدا ابرش واصنفر. عندك عينه هنا؟ انا شفت مكتب. بص حضرتك. في مكتب اهو. ده بتاعك يا عم حسين. ده المكتب ده ايه؟ ده مكتب ده يعتبر موديله فرنساوي مصري قديم جدا، كان كله بالبرونز، فكينا البرونز يعني. هو مصري قديم بس موديل فرنساوي يعني، اللي عامله كاد يكون خواجه مثلا. ماشي مفهوم. كل ده مطرح ما فكيته البرونز. كل ده برونز كله. مين علمك؟ الحاج علي لوزه الله يرحمه. الله يرحمه. ده كان من الاسطوات القديمه يعني. استا اقدم علمك. اقدم كتير. علمك انت؟ هو ده معلمنا. انت بتعلم حد بعدك يا مصطفى؟ لازم. عندك صبيان بتعلمهم؟ في عندي اخويا هو اصغر مني يعني. وفي عندي ابني وفي معايا واحد صبي تاني. بتغلب يا عم اسامه على بال ما تلاقي صبيان يشتغلوا معاك؟ ما بصي ما فيش حد غريب دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها صنعه، الصنعه دلوقتي انقرضت. فلازم اللي هو اللي بناخده دوت مننا بنحس ان هو بنعلمه ينفعنا احنا بعد كده مستقبلا. يعني لازم تاخده صغير كده تربيه. لازم عشان يشرب الصنعه. اللي معاخده كبير مش هيستفاد منه بحاجه وهو مش هيفيد نفسه. صحيح. طيب حضرتك لازم ناخده صغير ونربيه معانا. ميرسي يا عم اسامه جدا على وقت حضرتك وبرافو عليك. ان شاء الله يا رب يكتر الناس وتوضب الحاجه بتاعتك. الله يكرمك. شكرا. مع السلامه يا عم اسامه. ميرسي يا عم حسين والله انك عرفتني على اسامه ده. ربنا يخليك يا فندم. صناعي ممتاز جدا.
لسه في امل يعني. طبعا لسه الحاجه موجود، في ناس كتير طبعا بتشتغل لسه برضو شغلتنا، والسوق يعني حلو والدنيا جميله، ناس هنا شعبيين وناس كويسه وناس بتحب بعض هنا. هو بس موجودين. كان في هنا الحل كان بيبيع حاجه القهاوي وال والطاوله الطاوله وكده. كان طبعا اشهر حد عندنا هنا في اسكندريه الحاج حسني حبشي الله يرحمه. ايوه ده يعني يعتبر هو كان كبير السوق كله الله يرحمه. مش كده كان مختوم بفناره كده؟ ايوه فندم. أيوة. طبعا شغل الفنار ده مشهور بيه الحاج حسني يعني. ايوه شغل كان ممتاز يعني، وابنه موجود دلوقتي معتز بيكمل مسيرته. طب يعني الحمد لله. الحمد لله يعني. الحمد لله. بص يا حسين، احنا بقى واحنا ماشيين عشان تفتكرنا زي ما انا هفتكرك على طول. اكيد يا فندم طبعا. عندنا فنان بيشتغل معانا، هات يا عبد الله. عبد الله بيعمل بورتريه، ربنا يخليك، واحنا بنخليه عشان تفتكرنا بس بيه. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. ودي مقبوله. احطه بقى في المحل. احطه في المحل طبعا يا فندم. طبعا من ضمن الاشياء. اكيد يا فندم. مبسوط قوي يا حسين النهارده. انا متشرف بحضرتك والكاست كله بتاع حضرتك. ميرسي ميرسي ميرسي. ربنا يخليك يا فندم. مع السلامه. نورتيني يا هانم. ربنا يخليك يا هانم. ورا كل تحفة أكيد صاحب كان ابن عز وعيلة وجاه، وأنتيكات ليها ماضي عتيق وتاريخ محدش يوم ينساه. من إيد لإيد تشتري وتبيع لحد ما يبان لها صاحب، وفيه اللي عرف في تركنة، وهو ده حالك يا حياة.